ربما هي أيام لا تنسى، لكن طي صفحة الماضي والمضي قدما نحو مستقبل واعد، إحدى ضرورات الحياة التي لا يمكن أبدا الاستغناء عنها. بعد أن فقدت الزوج والأب والأخ في معركة الموصل ضد الإرهاب، تسعى المرأة العراقية إلى العودة مجددا إلى الحياة الطبيعية من خلال تعلم قيادة السيارة والاعتماد على نفسها في الذهاب إلى العمل وتلبية احتياجاتها اليومية. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. تواظب النساء الموصليات حضور دورات تعليم قيادة السيارات، فهن يريدن الاعتماد على أنفسهن في الذهاب إلى العمل وتلبية احتياجاتهن دون الحاجة إلى الاعتماد على الرجال. وما شجعهن على هذه الخطوة هو انفتاح المجتمع الموصلي وتقبل فكرة أن تقود المرأة سيارة بعد أن كان الأمر محصورا بالرجال. في البداية يعني كمرأة لازم البداية تعاني من صعوبات حتى تتعلم السياقة. أكو ناس يعني تتقبل هذا الموضوع أنه امرأة تسوق بالشارع، وأكو ناس ما تتقبل، فكل من حسب وجهة نظره يعني. من فول بنزين والله، من شان عملت السوق يركض الشيل العارضة يقول أختي فوتي، والله يقول بالبنزين يقول لا تزيلي أنا فولكي أخته، والله يركض يقول لا تزيلين أختي، هو يفول له يقول صاح القاد يعني أشقد تسوى حيل يعني الحمد لله. والله اكو شباب يسمع مسجل عالي منطقه بنت يمم، والله ينسى المسجل يحترم اخته على السوق، والحمد لله هاي شوف الشمال البنت تروح وتجي ازيد من الشباب السوق، صح لو لا؟ هاي وحده نحن على السوق هم تطلع تفتر، لا هي كموظفه كابنه مريض اذا ما تصدقها بالاولاد يركبت سيارتها راح تجد اشخط تسوى. هي السياقه يعني ضروريه للمراه العراقيه وبالاخص المراه المصلاويه، يعني اولا حتى المراه تحقق كيانها، ومرات تكون يعني بحاجه انه تتعلم السياقه. الدافع اللي دفعني انه اتعلم السياقه انه زوجي استشهد بالقصف بالمجموعه، فالسياره بقت يعني بالبيت ما ممكن تظل متروكه يعني، فقررت ان اتعلم السياقه. وقد تزايدت مؤخرا نسبه اقبال الموصليات على تعلم قياده السيارات، فالنساء لا يردن البقاء متفرجات على الطريق، بل يصبحن جزءا من حركته اليومية، لا سيما بعد أن أصبح الأمر مقبولا اجتماعيا ولم تعد غريبا أن تشاهد امرأة تقودهن. السياقة شيء يعني مطلوب للمرأة، وخاصة بالموصل هنا عندنا وبعد التحرير طبعا، لأن طبعا خلينا نقول جزء كبير من شبابنا ورجالنا فقدناهم أثناء هاي الحرب، فإحنا اللي يعني لازم نقوم بدور الرجل والمرأة. فهنا يعني صاحب الدوام مرات الاشتراك يتأخر علي أو تعطل سيارته أو كذا، فراح الشكل يعني ما راح أواكب يعني دوامي بصورة صحيحة. قبل احتلال داعش لمدينة الموصل كان إقبال المرأة على قيادة المركبات خجولاً، لكن بعد تحريرها كسرت المرأة الموصلية كل القيود وتوجهت لمكاتب تعلم القيادة لتنطلق إلى جانب الرجل في شوارع الموصل. رغم العادات والتقاليد، ها هن نساء الموصل يكسرن حاجز الذكورية ويزاحمن الرجال في شوارع المدينة بعد أن كانوا متفرجات لتقبض أياديهم الناعمة على مقود الحياة ويشاركن آدم في القيادة. لأخبار الآن، محمد طلال، الموصل.